طيب المفلحين دائما متعلمين. عادل ارحب ارحب من قال يرحب. عادل تفضل، مرحبا بك. الله يحييك، كيف حالك؟ طيب مرحبا، من وين يا عادل؟ انا من مديرة مكيرات محافظة بين. ارحب والله، حيا بمكيرات التاريخ. الله يحييك ويبقيك، حياك والله الغالي. تفضل يا عادل. اول شيء نشكركم ونشكر قناة عدن الفضائية. شكرا لك. وثاني شيء نشكر القيادة السياسية والعسكرية وأبناء المقاومة الذي تقاتل ميليشيات الحوثي. ونوجه رسالة شكر إلى الشعب اليمني العظيم، الشعب الذي تقطعت فيه كل السبل، الذي ضاقت به الأرض ولا حصل إنصاف عادل. وثاني شيء نوجه الرسالة إلى حكومتنا الرشيدة ممثلة الشرعية وإلى فخامة الأخ الرايس الدكتور رشاد محمد العليمي على أنهم يا ساندوا الشعب اليمني، الشعب المظلوم، الشعب الذي تقطعت فيه السبل. وأنا أناشد الحكومة أنها تكون في مراعاة الشعب اليمني. والرسالة الثانية نوجهها إلى حكومتنا، حكومة الشرعية، عليهم بتأمين الطرق للمواطنين المغتربين من منفذ الوديعة حتى إلى شبوة، من حيث يحصل تقطعات في الطرق من قبل عناصر، يعني قطاعين طرق يروحوا فيها المساكين والضعفاء. لحنا كشرعية إذا ما عندنا استطاعة أن نأمن الشعب اليمني، لحنا لا نستحق الرتب ذي نلبسها، ولا نستحق أن ندعي باسم شرعية أننا باسم حكومة، صح ولا لا يا أخي؟ والله هذا رأيك يا أستاذ عادل. والله سمعت. ثاني حاجة نريد حملة أمنية مكونة من مشكلة من مجلس الرئاسة على ممنوع حمل السلاح في البلاد المحررة، بلاد الشرعية، يعني يحمو المواطن. ما هو شيء كل يوم يقتل له مواطن في شارع ولا في مدينة، ولا نحصل من قاتله ولا نحصل من غريمه. وأهم حاجة وأهم شيء عدن تأمن، لأنها العاصمة، عاصمة اليمن حاليا في صف الشرعية. تمام. ونريد لها أمن واستقرار وأمان، ويمنع رفع السلاح في وجه المواطن المسكين. ونرجو من فخامة الأخ الرئيس عبد الرباه الله رشاد محمد العليمي أنهم ينظروا إلى الشعب اليمني. اليوم الصرف ب500,000. طيب يا أخي، في أسر في اليمن فقراء ما يجدوا قوت يومهم، من وين لهم هذا؟ لا سألك بالله، والله إن عجز الناس من 2 من 3 شقاق في البيت ولا يقدروا يغطوا بيوتهم، ما بالك في أرامل وفي مستضعفين وفي مساكين في اليمن؟ لا حول ولا قوة، ما يلقوا قوت يومهم بسبب مش هذا الصرف ب500,000. هذا حرام والله، جريمة هذا. نبغى الرئيس ينظر إلى الشعب اليمني، الشعب العظيم، الشعب المناضل الذي تقطعت فيه السبل. اليوم الشعب اليمني صبح شعب مقتول، شعب منتهي، ولا لقي من ينصفه، لا من حكومة شرعية ولا من حكومة صنعاء ولا أي شيء، كلها الحكام ضد الشعب اليمني. نحن نرجع كسب الشعب اليمني كشرعية، نقوم في واجب الشعب اليمني، نساند الشعب اليمني، ننصف المظلوم، نناصر من طيب يعني خلاص. تمام يا عادل، والله إن أحس في، يعني أعتقد أنه يعني وصلت الفكرة ووصلت واقع الحال. شكرا لك يا عادل.